مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج صريح جدا، يأتيكم هذه المرة من إحدى قرى بلدية درقينة في ولاية بيجاية، وهي قرية آيت في الكاي التي تم إحصاؤها مؤخرا ضمن مناطق الظل. سكانها يشتكون من عدة نقائص نتعرف عليها في هذه التدخلات لمواطني هذه القرية. العسلامة نون فرح سيسون مليح مليح ساميتو سامي غورنا كارتين ايت في الكاي تلفزيون نهار. مرحبا سيسون، عدد دورنا القرية ايت في الكاي. واش يدنا هضرك راه تزيدون الانشغالات المرايني كاع عندنا دوار. المنطقة ايقلان تاينت ستوحقر ستوحقر مليح مليح. ان كينا باغي تهضر شوية للمسؤولين يدي تسن ابارتير دا دي دوار ويطر لان مازال نسعى اكارتي دا ساون. اسمي سبلتسا بريدو 9 نولاد لابيست 9 نولاد تاشكارت نسميد باش تلحقي وخام يسوفري الوالي يدي وسان في 7 ثلاست نملاقا المدرسة يوعدا نغض سنات لي كلاس ايوا ساولاش يوعدا نغض لوجمو ايوا ساولاش يتفلكي توحقرن توحقرن قبريت توحقرن قسم عيش توحقرن كلاصوان الطبيب ولا ونسعى ولا الطبيب ونسعى ولا لقى الزبيل ونسعى ولا اي لي مويان ونسعى ولا مد الحاجه. ميت الدادود في النعم تاع 6 سمانات دافونس الا قاس بريباري في كلش الور لا وذاك نقسى على المال وذاك نقلا بعد نص انا التاويل مليح مليح. ماشي انت معيش تيميديكين لا كنا لا ميزير لا ميزير يعلم حاشا ربي يسنا. نضموندي المسؤولين إذا ديارك يروح يزر أمك يقرف تشكرت السميد إيو خميس أمك يقرف دماطونيس إيو خميس ميدي دي ولي إي ديارك إيو خميس تلاست ولاش نياك لي راج نيوالو الوعود اللان بصح طبقوا ولاش كلهم لي طبيق بغيت دياس الحق لنا ما سيسم لي بروجي يتقارن مناطق الظل الكاز دو فيلو نسعى ولا سيك الشوطان اما نكزي روح حتى 3 كيلومتر باش يتاوي سيك الشوطان باش يشعل تا تيمس باش يتسوي تاغرو ملي غي يزغلت ني الكاز بوتاي ني الكاز دو فيل ني التاويل ني طن ني السميد نواهي مريا كلش كلش تماش بالسيف الدريان قوي هيك الا نقران 3 كيلومتر 4 كيلومتر يدو لي بزين الصباح العشاء. هذه السنوات الأخيرة شوف درنا طريق تاع أجمون صافي كلا تغرمت كلا مليار أجمون راه يخدم لونتربريز تما راه قريب 800 مليون و دوزون اللي فاتو خدمنا في فالتسا صافي رانا خدمنا سي ترونش بالك تاع كبا مليار ويسون دونك اكتويلمون رانا نخدمو في لونتين تاع لاكارت جي باش الناس يستفادوا بالتغطيه تاع الانترنت تما. لا ديرنيير فيزيت تاع الوالي كي جانا ليت في الكاي دونك il nous a promis beaucoup de projets. Quel genre de projet qu'il nous a promis? Wesh الناس قالوا واش يسحقوا؟ قالوا لنا des ouvertures de pistes, des aménagements de pistes rurales. هذوك لي بيست يسحقوهم باش يوليو الناس التراب تاعهم باش يخدموا الفلاحه. واحد البروجي ما عطانا. الغاز الطبيعي 50 بلديه في ولايه بجايه استفادوا واحد 60% 70% 50% بلديه درقين انا قلت باللي هي منطقه ظل سيتون زون دومبر بامتياز دو بورس برسنتاج دو زيرو سوا في ترونسبور سوا في اوتر شوز في الاصل كان عندنا البروجي لي زونتربريز مستاليين ابري لو جيل دونك كاع لي كومين ردوا لهم لي زونتربريز ولي سون دارجون بريفي باش يعطيوهم وحنا بقاو يزون موديفي هكذاك بقاونا خلاونا اورجو. كان معكم برنامج صريح جدا، جاءكم هذه المرة من قرية آيت في الكاي في ولاية بيجاية. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.